المجاهدين المجاهدين تبارك الله على راسهم الشيف دائرة أهلا سنة عندك الحاج على راسهم الشيف دائرة رئيس البلدية الأمين الولائي تاع منظمة المجاهدين الحمد لله يا ربي وفقنا ربي وصلنا عندك بأمر من وزير المجاهدين وبأمر من السيد والي الولاية السيد والي الولاية كان جاي عندك بالمناسبة تاع الذكرى 8 ماي و 19 ماي إلا أنه صاروا على الالتزامات بصح أكد لنا على ضرورة زيارتك ونشوفوك ونبلغوه كاع بالوضعية الصحية تاعك والوضعية الاجتماعية تاعك وكي راك داير وهو يبلغ لك السلامة ويبلغ لك تحياته وتهنئة تاع العيد إن شاء الله يا ربي هو مشكور على ذلك وحنا جينا اليوم باش نزوروك ونشوفوك وانا بعد شخصيا شرف عظيم ليا انني شفتك انا تكرمت انني دخلت المقر تاع السكن تاعك وهذا صغار وين يسرى انت كي سمحت لنا باش دخلنا المقر السكن تاعك هذا في حد ذاته تكريم لينا كاملين اجمعين كيما رانا جينا نشوف كل حاجه ونتفاركوا بيك وندخلوا لك ان شاء الله يا ربي فرحه في قلبك فرحت بينا نعم لا ما فرحتش نقول لا فرحت بكيت لا 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 الحمد لله لا 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 يبكيك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تبقى دائما فرحان انا جبنا لك الزملاء تاع الدرب تاعك رفقه الدرب تاعك باش تتذكر ايامك حتى على بالنا باللي ضروا كاعكم في اوج الحاجه الجلسه حميميه مع الرفقاء تاعك وجبنا لك وليداتك من الجيل الصاعد باش كاش ما تمدحوا كلمه يكونوا ان شاء الله ويكونوا ان شاء الله خير خالف الخير سالف ورئيس الدائره راه جا عندك شخصيا وباش يتكرم بمعرفتك ويتكرم بشوفتك ويتكرم بالنظره ليك خاطر غير النظره ليك راه فيها اجر لينا ان شاء الله الحمد لله باذن الله انت شنو تقول لنا